بعد نشر توماس كوهن لكتابه المثير للجدل هيكل الثورات العلمية The Structure of Scientific Revolutions في النصف الثاني من القرن العشرين، فلسفة العلم أصبحت ذاخرة بالمناقشات والجدليات المكثفة والساخنة في كتير من الأحيان حول طبيعة العلم بالطريقة العلمية، وتطورت عدد من النظريات والمدارس الفكرية المصاحبة لنظرية كوهن عن النماذج الفكرية أو المضادة ليها. الأطروحات الفلسفية دي سيطرت عليها مجموعة عامة من المبادئ والأنماط الفكرية اللي تناولت طبيعة حدوث التغير العلمي، إن كانت عملية موحدة أم مستويين من التغير، تغير داخل منظومة البحث العلمي وتغير انتقالي من منظومة لأخرى، وإن كانت منظومات البحث العلمي متنافسة أم متعاقبة. برامج البحث العلمي كانت أحد أهم ثمار الفترة دي، وتكليل لفكرة النماذج الفكرية اللي طرحها الفيلسوف المجري لاكاتوش، وأصبحت صورة متطورة من طرح كوهن، لكنها امتازت عليها بفكرة التنافسية بين برامج البحث. كوهن أصر أن المجال العلمي الواحد عادة ما بيحتوي على نموذج فكري واحد عامل في نفس الوقت حتى تقوم عليه الثورة داخليا، الفكرة اللي تم نقدها من غالب الفلاسفة والعلماء في طرحه بالرغم من الانجذاب العام تجاه فكرة النماذج الفكرية، الأمر اللي لاحقا أدى لتطور فكرة برامج البحث العلمي اللي ازدهرت وتطورت مع مرور الوقت لصور أكثر جاذبية وقوة. لكن الصور المناهضة لطرح كوهن وأنصاره كانت أيضا على نفس القدر من القوة وإثارة الجدل. في منتصف القرن العشرين الفيلسوف الأسترالي بول فايرباند طرح رؤية لن أبالغ لو قلت إنها الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فلسفة العلم حتى اللحظة، اعتنق فيها رؤية شافها البعض إنها جنونية والبعض الآخر إنها عبقرية وثورية، جادل فيها لصورة من الفوضوية المعرفية Epistemological Anarchism، وجهة نظر بيتم فيها استبدال قواعد الأسلوب والسلوك العلمي بموقف حر يسير فيه كل شيء جائز. لكن زي ما هنشوف كوهن، لاكاتوش وفيرباند تفاعلوا مع بعضهم البعض وتطورت نظرياتهم في كثير من الأحيان كرد على أطروحات بعضهم البعض، لدرجة أن أهم أعمال فيرباند ضد الطريقة Against Method اللي نشره سنة 1975 كتبه طبقا لمذكراته كخطاب للاكاتوش اللي وافته المنية سنة 1974 قبل ما يكتب الرد على فيرباند. ودلوقتي فكر في أفضل النظريات العلمية اللي تعرفها، هل يا ترى التغير في النظريات دي دايما ما بيتم بناء على قواعد محددة وواضحة؟ وهل فعلا التغير العلمي ذو مستويين، تغير داخل المنظومة وتغير على المنظومة؟ هل فعلا كل شيء مباح في العلم طالما سيقود للحقيقة؟ وهل القواعد والقوانين العلمية فعلا عقبة أمام آليات الإبداع العلمي؟ لكن بدون قواعد وآليات الاختبار والرفض العلم سيصبح نشاط إبداعي غير قابل للتطبيق. فكر تاني.